رايح على المدرسة؟ يا عيني لك جمال؟ يلا حطي صالح على ظهري. يلا كريمة بسرعة بلا ما نتأخر. أخي شوف أنا رايح على المدرسة. استنى شوي. جاهز يا بطل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابني رح يتعلم، صار لازم يتعلم. بابا ليش عم تسعد؟ انت مرضان شي؟ حلقي في شي عالقان جواته. ارتاح شوي بابا، ما بدي تمرض، انت تعبان. مين؟ انا تعبان؟ مثل الحصان، شوف درقن 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 درقن. درجن 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 درجن. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. صباح الخير. فوتوا حبيباتي. انت تعبان، شو رايك ترتاح؟ طيب انا مو تعبان، بلا ما اتاخر على المدرسه. خلينا نكفي. مسكين جمال، قديش عم يعاني بس ليوصل ابنه على المدرسة. أخيرا وصلنا، شكلهم فاتوا، خلينا نفوت. يلا جاهز يا صالح؟ كيف؟ عاشت إيديك يا أستاذ، هيك بيستفادوا الطلاب. وين صف الأول؟ أنا جاي من ضيعة بعيدة، تأخرنا كتير. وين طلاب الصف الأول؟ الباب يلي على اليسار. شو ها؟ ايه يا شطورين، خبروني لشوف، شو فهمتوا من الدرس؟ فوائد القراءة وضرورة النظافة واحترام الوالدين واحترام أصدقائنا. تفضل. آسف على التأخير، جبت ابني لهون. شايفين منظره؟ ابني بده يتعلم. اسكتوا. تفضل اقعد وارتاح. مشيته صعب شوي، بس يعني الدكتور قال بيتحسن. من وين جاي حضرتك؟ من الضيعة بالجبل. كل يوم رح تاخده وتجيبه؟
شو طالع بإيدي؟ ما في عنا سيارات بالضيعة، بس صالح ذكي وبيحترم الكل وبيعرف يحسب كمان، وعم يتعلم الكتابة. صالح رح يتعلم، رح يتعلم. سمعتوا شو قال؟ ما بيعرف يمشي، ولد صغير يا عيبه. أنا رح أنطره برا، يعطيكي ألف عافية. الله يوفقكم ويرضى عليكم. هذا بجد حكمة كتير. اللي فيك شي يا عم؟ أنا منيح منيح. صالح ابني، رح ضل ناطرك برا، تمام؟ انتبه على درسك. ما بدي اسمع صوت. الولد الجديد أبدا ولا أنا طقته. هلأ شوفي، يلا منكمل الدرس بعدين يا طلاب. حاضر حاضر. أمين خلص كتي، شو بدنا نعمل مقلب فيه هلأ؟ أنا جوعان كتير، وأنا كمان جوعان. هلأ بناكل مع بعض. ماشي. معقول ما بتقدر تمشي؟ ليش ما عندك رجلين؟ يعني دائما أبوك بيحملك؟ شكلك ما بتعرف تقرأ. إذا حتى ما بيعرف يمشي كيف بده يقرأ يعني؟ بلا أنا رح أتعلم. كيف رح تتعلم يعني؟ كيف؟ رح أتعلم، رح صير دكتور. سمعت وقال بده يصير دكتور. بكفي، حاجة تضايقوا بقى، حطوا حالكم محله، مو عيب عليكم؟ أنا رح خبر الأنسة والمدير. لا تبكي، لا تهتم بحكيون. أنا اسمي زينب وأنت صالح. لا تبكي صالح، ولا يهمك. امي طابخت مش ماشي. تعال 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 تكتبي الوظايف. ايه طبعا. وقف محمود وقف. فيني اسالهم منك بكره؟ ليش عم تضلي كدك انت؟ انت ما بالي اكتبهم اليوم. استناني منروح سوا. لانه ماشي على طول انت ما بتكتبي وظايفك. هي علي بسبقك كمان بكره عندنا مدرسه. ما فيك تلحقيني. صالح يلا خلينا نروح. شو صاير ابني؟ صالح لك شبك؟ يلا تعا. هلا صرنا جاهزين يا كريم. ايوه ها
يا عم شو رايحين هلا؟ ايه خير شو بصالح ليكون مريض؟ لا مثل الحصان ما رفع راسه عن المقعد ابدا. كيف؟ انت منيح ابني؟ هلا بحكي معه بالبيت. بخاطرك. الله معكم. الله يسلمك يا رب. لولاك يا أبي أنا ما كنت صرت هون. تعبت كتير معي. صالح شو صار يا ابني؟ ما بدي اتعلم، ما بدي اروح على المدرسة. شو هالحكي؟ اوعك تعيدها مرة تانية يا ابني، بدك تتعلم. لا يا ابي لا. لك شو عملت يا ابني؟ شو صاير لك؟ ليش هيك عملت يا صالح؟ ما بدي اياها. ليش هيك؟ ليش رميتها؟ ما رح اتعلم. ما بدي يا بابا، ما بدي. بابا؟ بابا؟ بابا شو صار لك؟ بابا بابا قوم، أنا آسف بابا، والله أنا آسف بابا. فيق، فتح عيونك مشان الله رد علي. بابا قوم مشان الله قوم، ما فيني بلاك، رح أتعلم والله رح أتعلم وصير دكتور. بس فيق يا بابا، رح أتعلم أقرأ وأكتب ورح صير دكتور. ساعدوني، في حدا هون؟ ساعدونا بابا، مدري شو صار له. عمين تعالوا مين ساعدونا؟ هاد العم جمال. بابا ما عم يجي. عم جمال قوم، شو صاير له؟ قوم. خير خير عم جمال، صاير معك؟ انت منيح؟ لا قوة إلا بالله. رد علينا. ما عم يصحى. جمال عم تسمعنا يا عم؟ ابني صالح حبيبي، انا رح احملك على ظهري لاخر يوم بحياتي، بس المهم تتعلم، هاي امنيتي، وانك تصير رجال. بوعدك يا بابا رح اتعلم. هيك لازم، وبدك تصير دكتور كمان. رح صير دكتور بابا، اذا انا ما تعلمت، وإذا ما صرت رجال، وإذا نسيتك كمان، ضربني بهداك المقعد. ضربني بابا، ضربني. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.